السلام عليكم. هذا الفيديو لشرح التوبكس العملية اللي أخذناها باللقاء الأول. بعض التوبكس طبعا راح نشرحها. طبعا حكينا باللقاء الأول عن البنتريشن تيست وأنواع البنتريشن تيست، وحكينا إنه من ضمنها الويب بنتريشن تيست، وحكينا عن البروسيس اللي بتم فيها البنتريشن تيست أو الويب بنتريشن تيست. حكينا إنه أول ستيب للويب بنتريشن تيست هو انه نجمع اكبر قدر ممكن من المعلومات عن التارجت. لازم انا احكي انه ايش، اعرف التارجت تاعي الويب سايت او الويب ابلكيشن اللي انا بتعمل عليه ويب بنتريشن تيست، واجمع عنه معلومات كيوزر. يعني انا لازم اطلع انه اشوف كيف اليوزرز او الكلاينتس بشوفوا الويب ابلكيشن هاد، كيف ايش هي المعلومات اللي ممكن ياخذوها عن الويب ابلكيشن. فراح نبلش. طبعا احنا في تولز كثيره للموضوع، ممكن على الانترنت تعمل سيرش بسيط وتشوف انه في نتائج كبيره ممكن تلاقيها عن الموضوع، تحكي عن الانفورميشن جاذرينج. بس احنا نتعامل مع افضل الطرق واللي بيجيبوا معلومات اكثر. ففي عنا اول شغله نتعامل مع whois.domaintools.com. هذا ويب سايت، سواء بتعطيه الدومين اللي هو مثلا زي hackthissite.org، او بتعطيه اي بي ادرس، فبيجيب لك معلومات اللي مسجلة، او لما الشخص راح يعمل هذا الويب سايت راح حجز دومين وسجل معلوماته. فمثلا لو بدنا نجرب ممكن نكتب زياد.com هو ويب سايت، ما بعرف يعني لمين الويب سايت. طبعا احنا بهدف تعليمي عمالنا بنقوم بهاي الحركة. طبعا هاي زي ما انتو شايفين حطينا او كتبنا زياد.com، فهاي المعلومات من هو از ريكورد. طبعا هاي كمان هو از ممكن تكون كمان ككوماند في الكالي لينوكس، تكتب هو از وتعطي الدومين ويجي يرجع لك معلومات. نفس اللي جاي ومستخدمونه هون كويب سايت. فزي ما انتم شايفين هون بلش يعطينا معلومات، ويب سايت تايتل، اعطانا هون نوع السيرفر، فمن هون احنا عرفنا السيرفر تايب. طبعا هاي الامور بتسهل علينا كثير في عملية الويب بنتريشن تيست او البنتريشن تيست، انه نعرف ايش التكنولوجي اللي بيستخدموها زي ما حكينا بالشرح في اول لقاء. طبعا ما بيعرف شو يعني SEO، هي عبارة عن Search Engine Optimization. هاي الاسم Registry Who is، طبعا ممكن تكون معلومات يعني هون الاسم اللي هو زياد نادر، امير حميدان او حميدان، جبل طارق، الزرقاء. هو موجود في يعني هذا الويب سايت لشخص اسمه زياد موجود بالزرقاء. طبعا هاي رقم تلفونه، فممكن من هون نطول معلومات ممكن تفيدنا. طبعا اي معلومة بناخدها احنا المفروض نكون فاتحين وورد او اكسل ونسجل كل المعلومات اللي احنا بناخدها بمرحلة الانفورميشن جاذرينج. في كمان الباد تري ممكن او تري باد، ممكن هو سوفت وير او ابلكيشن خصوصي للويب بنتريشن تيست، انه يصير نسجل كل المعلومات اللي احنا بنحصل عليها. خلصنا الاولى، بنرجع للثاني اللي هو روبوتس دوت تي اكس تي فايل. على هذا الملف اللي هو لو رحنا على فيسبوك robots.txt، الويب سايتس او الناس اللي عندهم ويب سايتس بيستخدموا ملف robots.txt على اساس يحكوا للسيرش انجن او للناس اللي بتحاول تعمل سكاننج انه ايش الصفحات او الفايلات اللي مش لازم تطلع بالسيرش. يعني مثلا لو اخذنا هذا الملف اللي هو photo.php، رحنا على فيسبوك
photo.php check this page is not available. فهو هون بيمنع البراوزر انه يدخل على هاي الصفحات. طبعا لما نيجي نحكي عن ويب سايتس بسيطه مثلا تكون مستخدمه robots.txt هي فعليا بتحكي لنا عن اهم الفايلز اللي ممكن تكون في الويب دايركتوري او في ملفات الويب للويب سايت. فبسهل هذا علينا الامر ب اللي هو عملية الويب بنتريشن تيست انك بتصير تحكي انه اوكي هو الشخص هذا مانع الويب سايت او الشخص هذا مانع الفايل هذا عن الويب سايت معناته انه في اشي مهم جوا هذا الفايل فممكن انت تصير تدور على الفايل خصوصا انه صار معك اسم الفايل. طبعا مش دائما سكيور هو ملف الروبوتس دوت تي اكس تي انه ممكن انه السكانينج تول تتجاوز الروبوتس دوت تي اكس تي وتدخل على هاي الصفحات او تطلع لك الكونتنت تاع هاي الصفحات. ممكن نستخدم ويب سايت ثاني زياد دوت كوم. طبعا هنا نعمل فورورد مش موجود. عندنا كمان بالجوجل ممكن احنا نستخدم بعض الكيوردز في السيرش في جوجل لنحصل على نتائج افضل في السيرش. مثلا لو اجينا على جوجل الكيوردز هاي طبعا انا كاتب جزء منها ممكن انتم تدخلوا على جوجل وتطلعوا على الكيوردز هاي في عدد كبير من الكيوردز استخدموها. ناخذ مثال ويب سايت هيك this site robots موجود. اوكي ناخذ زون جوجل تعمل مع ويب سايت انسايد سياد دوت site jerusalem.com. URL كيف بنرجع على السلايد. استنى حكينا انه في كيوردز لجوجل فبعض هاي الكيوردز اللي هي مثلا ممكن تستخدم سايت نقطتين فوق بعض طبعا فيش سبيس وسلم دوت كوم. طبعا زي ما انتم شايفين لازم نكتبها بهاي الطريقه انه ما يكون في سبيس. هلا اذا انت بتلاحظوا انه جيروسالم دوت كوم هو ويب سايت فاحنا كتبنا انه انسايت اذا كان او اعطيني الريزلت لا السايت جيروسالم دوت كوم اللي هو بده يعطيك كل الصفحات المتعلقه بجيروسالم دوت كوم. اذا انتم ملاحظين كل هاي الصفحات هي عباره عن جيروسالم دوت كوم جيروسالم دوت كوم ما راح يعطيك نتائج مختلفه عن جيروسالم دوت كوم. يعني ممكن لو اجينا احنا كتبنا او نشوف الصفحة الثانية
jerusalem.com جميعها jerusalem.com. ممكن كمان نكتب ان يو ار ال, فهو راح يعطيك كل الريزلت اللي اذا كان في مقطع باليو ار ال jerusalem.com راح يعطيك كل اللينكس اللي فيها jerusalem.com. يعني هي عندنا هون jerusalem.com, كمان هون في مقطع jerusalem.com, فهاي بتعطي يعني بتسهل علينا في عملية سيرش انه اصير اعرف كل اللينكس المتعلقة في التارجت تاعنا. طبعا ممكن يكون في لينكس مش معروفة, يعني مثلا لو اجينا كتبنا هون ان يو ار ال ادمن مش راح يعني مش راح نستهدف تارجت معين, بس مثلا لو كتبنا ان يو ار ال admin.php, طبعا خليني ارجع هاي هيك admin login.php, طبعا هذول الصفحات المفروض انه يكونوا خصوصا صفحة الادمن تكون مش ظاهرة لليوزرز, اليوزرز ما بيصلوا لها بسهولة. ما بعرف شو هذا الويب سايت i222, فهون مثلا احنا دخلنا على صفحة ادمن, اكيد لازم يعطينا incorrect, هاي المسج ايرور. طبعا من هون بتصير انت مثلا مسهل عليك الامور انك تعمل بروت فورس, بما انك انت وصلت ل الصفحة تعمل guessing attack او brute force attack. وزي ما شفتوا بالمحاضرة انه احنا دخلنا على سيستم كامل, لانه في administrator تارك اليوزر نيم والباسورد تاعونه admin, وهي اسهل باسورد ممكن انه يستخدمها اليوزر او بتكون الديفولت. في هدول الناس اللي مثلا بيستخدموا two attempts او مثلا بيحطوا حد للاتمبتس, بيحكي لك انه والله معك مرتين او ثلاث مرات تعمل لوجن, بعديها راح نعمل لك بلوك للاي بي تاعك. هاي الشغله بتحد من البروت فورس اتاك. طبعا البروت فورس اتاك راح نتعاون على البروت فورس اتاك, هو عمليه انه اضلني اعمل لوجن على ويب سايت بيوزر نيم وباسورد مختلف, انه بروح بعمل ليست لا يوزر نيم وليست لا باسورد, وببلش اعمل جيسنج اتاك او بروت فورس اتاك لحد ما يعطيني اليوزر نيم والباسورد. في عندي كمان اللي هو ان تايتل وفايل تايب زي ما شرحناهم. فاذا بنروح على جوجل نكتب مثلا ان تايتل, راح يجيب لي كل صفحات هون جوجل, بده يتاكد انه انا مش ماشين, راح يجيب لي كل الصفحات اللي التايتل راح يكون ادمنستريتور. طلعوا هون تايتل الصفحه اللي موجود هون اللي هو administrator. كمان نفس الاشي هون, فكل الصفحات اللي بيكون التايتل تاعها administrator راح يجيب لي الصفحات هاي. في عندي كمان اخر شغلة راح نشرحها اللي هو ممكن entitle administrator plus اللي هي زائد, كمان ممكن اكتب كمان command اللي هو file type, ممكن اختار اما pdf او bbt او docs. فمثلا لو اخترت pdf فهي مثلا راح يعرض لي نتائج كلها pdf. هاي كمان شغلة بتسهل علينا مش بس بالويب penetration test اللي ما بيعرفها, كمان بتسهل علينا بالسيرتش مثلا لناس بدهم يعملوا projects, بدهم يشتغلوا على موضوع معين وبيحتاجوا للريزلت لما تطلع من جوجل تكون يا بي بي تي يا بي دي اف اللي هي باوربوينت يعني البي بي تي او ملفات دوكس. فممكن هون نكتب دوكس, فكان بيطلع لي ملفات الوورد. لو كتبت هون
بي بي تي راح يطلع لي اللي هي ملفات الباور بوينت. حكينا عن كمان شغل اللي هو ممكن هون انا حاطط فايل اللي هو فايل من ريموت ديسكتوب. يعني لو اجيت انا هون على ريموت ديسكتوب كونكشن انه كيف بدكم تصلوا لهذا الفايل. مثلا لو حطيت انا اي اي بي او اي دومين حطيت 90.1.1.1 طبعا كملت هون السيتنجز وعملت سيف راح يتخزن عندي ملف بهذا الشكل .rdb. طبعا انا فتحت الملف بالنوت باد واخذت منه كيورد اخذت منه مثلا هاي الكيورد رحت على جوجل كتبت في جوجل اللي هو ان تكست يعني جوا التكست تكون هاي الكلمة موجودة بلس فايل تايب اللي هو rdb ريموت ديسكتوب كونكشن فراح يعطيني فايلز هاي بتكون انه في ناس عاملين سيف ل الريموت ديسكتوب كونكشن وحاطينه على ريال سيرفر ريال اي بي فجوجل راح يطلع لي هاي المعلومات. هاي هون عامل بدي اخذ هذا الفايل اعمل له كنترول اي كنترول في كنترول سيف وارجع على اتش رن او اوبن وذ ريموت ديسكتوب كونكشن. طبعا هي طلع الويب سايت اللي اعطاني اياه هون اللي هو من الكونفيجريشن اللي انا عملت لها كوبي من جوجل من السيرش ريزلت. اكيد يعني راح اذا كان الشخص عامل كلوز للكونكشن راح يرفض الكونكشن او بده يعطيني يوزر نيم وباسورد. بس اذا ضليتني اتبع على السيرش ريزلت واجرب في الملفات هاي يعني هاي كل ريزلت برجع لي اياها راح تكون عبارة عن ملف. يعني هاد نشوف هذا ممكن يكون في باسورد هاي سيجنتشر في باسورد ممكن هون. فلو عملنا كنترول كنترول في نجرب open with remote desktop connection geo clinic tracker sorry gw اللي هي gateway. فهون اعطاني مثلا يوزر نيم وباسورد على هذا مستحيل يعني يكون. فهون كمان ممكن تعمل guessing attack لحد ما تاخذ المعلومات او انك تدخل على مثلا الويب سايت او على الدومين او على البي سي الموجود. طبعا هي كلها عن طريق جوجل يعني انت عن طريق جوجل عرفت تاخذ الملف وتسيفه عندك وتشغله. ممكن تدخل على سيرفرز في سيرفرز دخلنا عليها طبعا المفروض من انه ما ندخل على هاي السيرفرز لانه يعتبر illegal action فممكن انه تتخذ بحقك اي اجراءات محاكمة او دعوة قضائية. طيب حكينا كمان عن شادون بس حكينا هذا بروجكت لسه شغالين فيه. شادون ببساطة هو عبارة عن بروجكت لو كتبت اسم او النوع devices network devices ممكن يجيب لك الشركات اللي بتشغل هاي devices. مثلا لو كتبت سيسكو 2000 او سوري 3850
راح يعطيني الريزلت بالشركات اللي بتشغل السويتش. هذا عبارة عن كاتاليست سويتش سيريز 3850، فراح تعطيني انه ديتيلز عن الجماعة او الشركة اللي بتستخدم النوع او التايب من التايب هذا من اجهزة سيسكو. طبعا لسه المشروع قائم، بس اذا اكتمل المشروع راح يكون اشي كتير جميل جدا، بفيد الناس اللي بيعملوا بنتريشن تيست. نفس الاشي بفيد الناس اللي بيعملوا هاكينج او ايثيكال هاكينج، انه بتصير تعرف مثلا لو مؤسسة موجودة في البلد انك تكتب سيسكو مثلا 3900، تصير ممكن تطلع بالليستة انه في المؤسسة الفلانية تشتغل بالنوع الأجهزة سيسكو 3900، فممكن يعني تطلع ايش هي او تدور على الفرنابيليتيز المتعلقة بالسيريز هاي وتجربها على الديفايس وتعمل هاكينج للديفايس. فزي ما حكينا انه كل هاي الامور المفروض تكون سرية، اللي هي انواع الاجهزة، الاوبريتنج سيستم، الفيرجن تاع الاوبريتنج سيستم للنتورك ديفايسز سواء كان سويتشز او راوتر، لانه ممكن لما تعرف هاي المعلومات بتصير خلاص تارجت عندك محدد، ممكن تروح تدور على الفرنابيليتيز المتعلقة بالتكنولوجي اللي انت عرفت انه المؤسسة هاي بتستخدمها، فبيكون عملية السيرش والاتاك بيكون فعال اكثر. في عندي كمان exploit db.com google docs، هاي جوجل هاكينج داتابيز. طبعا هاي بتحكي لنا عن الفرنابيليتيز اللي موجوده اللي كل يوم بيكتشفوها. فمثلا هي في عنا اخر فرنابيليتي اكتشفوها او هاكينج سيرش، يعني ممكن تستخدم كيوردز معينه بجوجل تعمل هاكينج للويب سايتس. اخر واحد اللي هي ب21/7 يعني امبارح، ان يو ار ريموت لوجن، نفس اللي احنا كنا نستخدمه. فلو طلعنا لهي استخدمنا الكيورد هاي بالسيرش نشوف ايش ممكن يعطينا نتائج. فممكن زي ما حكيت لكم انتوا عن طريق جوجل ممكن تدخلوا على ويب سايتس لناس على طبعا هاي مش راح استخدمها، على ملفات ادمن، في عندي في بي ان هون لوجن، طلع يعني حتى هون if you are lucky try test و pass test 1-2 at 1-2-3. لانه في كثير من الادمنستريتر بيحكوا انه كيف الناس بدها تصل لهاي الصفحة الموجودة عندي، فخلص يعني بنحطها باسورد بسيط ممكن يكون او يوزر نيم بسيط، او مثلا تقريبا كل السيستمز اللي بيشتروها الناس في الها يوزر نيم وباسورد فور تيستينج، وبضل اسمه تيست والباسورد ممكن يكون تيست او باسورد، الباسورد باسورد. فهاي الاغلاط البسيطة ممكن تؤدي الى اختراق الويب سايت تاعك. عشان هيك حكينا انه مش لازم الناس تصل اصلا لصفحة هاي نتجير. نتجير هي كمان عبارة عن شركة اي تي سوليوشنز. فيش ريسبونس زي ما حكيت لكم كمان انه عملنا لوجن على اتوقع على نتجير على ويب سايت لناس باستخدام باسورد ادمن ادمن. يعني مثلا زي هون نتجير هاي طلع بس في عندها باسورد، فهون بتسهل العملية يعني في الجيسنج اتاك، انه بدل ما اعمل جيسنج لليوزر نيم والباسورد خلاص صار في عندي انه اليوزر نيم مش موجود، فبدي استخدم ملف للباسوردز.
فهي كانت عن الـ information gathering باستخدام الـ web browser أو باستخدام جوجل. طبعا راح ننتقل بالفيديو التالي إن شاء الله لـ tools باستخدام الكالي لينكس.